الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب التاسع عشر من الكتاب الثالث والثلاثين، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام الترمذي في سننه الحديث التاسع والثلاثين بعد الستمائة والألفين، قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هو هذا الحديث وإن كان إسناده فيه ضعف إلا أنه يوافق ما هو أصح منه، وبالتالي صار حسن لغيره، وشكر قال عليه حسن غريب، جاء من هذا الوجه فقط. يعني الإنسان لا يبلغ درجة المتقين حتى يدع، يعني يترك ما لا بأس به، يعني الأشياء المباحة التي لا شيء فيها، حذرا لما به البأس، حذرا من أن يقترب من أشياء مشتبه فيها فيقع في الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده: الحلال بين والحرام بين، بينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه. وهذا فهذا الحديث يحض على ترك الشبهات، وبالتالي يوافق ما هو أصح منه، فيستدل به مع ضعف إسناده، لأنه وافق ما هو أصح فانجبر فصار حسن لغيره. باب. قال وعنه به قال: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. وفي رواية تانية: لصفحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش. مش كده برضه في رواية كده، دل على أن الوجود في الحضرة النبوية الشريفة علو وترقي ما بعده ترقي. لكن وعشان كده الصحابة كانوا لما يفترقوا عن النبي يقلوا يقل حالهم مع الله بقدر بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب انشغالهم فيما أقامهم الله فيه. لكن الحضور مع النبي والنظر في وجه النبي يرفع الإنسان درجات، يقربه إلى حالة تقارب الملائكية، درجة أن الملائكة تكاد كده تصافحه عيانا بيانا. فده دليل ان اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يرفع القدر ويرفع الايمان، ونظرة الى النبي او نظرة من عين النبي لك يعني تنقلك من حضيض الحضيض الى قرب القرب في لحظة. فالحمد لله. وعلشان كده امرنا اننا نقول للنبي انظرنا انظرنا يا رسول الله، اللي المصريين يقولوا عليها نظرة ومدد، اللي هي الآية بتقول كده: وقول انظرنا واسمع.
فالمصريين بقوا يقولوا ايه نظره ومدد، يقوم الوهابيه يزعلوا من المصريين مع ان المصريين بينفذوا القران. فهمت ازاي؟ هو النبي كان بينظر الينا بنظر عين البشريه ام بنظر النبوه والوحي؟ بنظر النبوه والوحي، عين الخصوصيه. طب وهل النبوه والوحي انقضى بوفاته؟ فما زال هو رسول الله. ما زال، لان الرساله متعلقه بالروحانيه وليست متعلقه بالجسديه. وروح النبي ما زالت موجوده حتى لو توفاه الله وكان في قبره الشريف. فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر الى امته بعين روحانيته كما كان في حال حياته صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه. فلما تيجي تقول نظره ومدد يا رسول الله، ايه المانع؟ ما هو ما زال ينظر الى امته. ما زالت تعرض عليه اعمال امته. فما فيش اي اشكال. لكن هم عندهم اشكال. خلاص؟ ما يقولوش هم واحنا هنقول. ما يجراش حاجه. اللي عنده اشكال ما يقولش، اللي ما عندوش اشكال زي حالتنا يقول نظره يا رسول الله، ما فيهاش حاجه. لو انكم تكونون كما تكونون عندي من حاله ايه؟ النقاء والصفاء، واخد بالك، والمعرفه والقرب من الله. لان النبي حيث ايه؟ حيث وجد، وجد رضا الله. فطول ما هم قاعدين مع النبي موجودين ايه؟ في قرب القرب. فاهم؟ لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن حنظلة الأسيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن أبي هريرة. باب منه. وعن أبي قال: حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجو، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، فارجوه له الخير يعني والنجاة يعني، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وإن كان يفعل ذلك من أجل يعني الشهرة فلا تعدوه في شيء، لأنه يفعل ذلك من أجل الشهرة. أو أنه بعد هذه الشرة، إيه هي الشرة؟ الشرة هي حماسة الإنسان عندما يكون مقدم على موضوع جديد، يبقى عنده حماسة شديدة، وبعد شوية بقى الحماسة دي تفطر. شوف أنت لما بتبقى رايح المدرسة لسه أول يوم، ولا الجامعة أول يوم، تلاقي نفسك تبقى صاحي من الفجر وعايز تلبس وتنزل. لكن بعد شوية، بعد سنة اتنين يقوموك بالعافية، ولكن الجرس ضرب، الحصة الأولى ده بدأت ولسه أنت قايم بالعافية. درجة ممكن كمان تغيب أحيانا. فهمت بقى إزاي؟ يبقى كل شيء في بدايته له حماسة. فهمت؟ ورغبة إن الإنسان يحصله. أدي معناه الشرة. بعد فترة بقى هذه الشرة تفتر ليترى. لكل شرة ترى. ترى يعني ايه؟ فتور. يبتدي بقى تهدأ الحماسة وتهدأ الرغبة. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده في حديث تاني يقول ايه؟ لكل شرة ترى، فمن كانت ترته على سنتي فقد نجا. يبقى الاول يبقى حماسة، عايز تعمل العبادة وتعمل السنن وتعمل التطوع وتعمل فوق التطوع، وتبقى كده بعد شوية تبطل التطوع، تواظب بس على العبادة وشوية ايه؟ السنن. السنن كلها، الرواتب وغير الرواتب، والمستحبات. بعد شوية تروح تارك المستحب. بعد شوية تهدأ تروح تارك السنة الغير مؤكدة. وتستمر بقى على ايه؟ على الفرائض والسنن المؤكدة، وتستمر على كده تبقى نجيت. لكن واحد تاني بطل بقى كمان السنة المؤكدة، وشوية الفرائض بعد ما كان يعملها في وقتها بقى يعملها متأخر شوية، وبعد ما بقى يعملها متأخر شوية بقى ما يعملهاش خالص.
وبعدين مات على كده. فلا تشيروا اليه بقى، اعرفوا انه ده ضاع مسكين. فهمت ازاي؟ فلا بد ان يكون الفتور يكون على ايه، يعني ادنى حالك من الهمه يكون على سنه نبيك بغير اجهاد ولا انهاك. فهمت بقى ازاي؟ لكن احيانا الانسان في الاول يجهد نفسه، يجهد نفسه ليه؟ عشان عنده حماس، بعد شويه بقى عايز بقى يهدي الاجهاد شويه، يقوم يبقى اجتهاد دون اجهاد، اجتهاد دون اجهاد، وبعدين يبتدي يقل اجتهاده شويه. فالمهم ما تخليش اجتهادك يقل عن انك انت تمشي على سنه النبي، ساعتها تبقى نجيت. فهمت بقى المساله؟ ان لكل شيء شره، يعني لكل شيء تشرع فيه، يعني شره يعني نشاط ورغبه وحماس، ولكل شره فتره اللي قال عليها ايه؟ فتور يعني ضعف، يعني اللي قال عليها في روايه ثانيه تره، تره، وين قال عليها فتره من الفتور والضعف. فان كان صاحبها سدد وقارب، يعني صاحب الفتره دي بقى الفتور ده، لو سدد وقارب يعني ايه؟ ادى ما عليه بقدر طاقته، ادي سدد وقارب، ادى ما عليه بقدر طاقته دون تقصير ولا افراط ولا تفريط، يبقى سدد وقارب. فرجوه يعني فرجوه ان يكون من اهل الله ومن اهل النجاة. وان اشير اليه بالاصابع فلا تعدوه، وان اشير اليه بالاصابع يعني انه نام في الطريق وضعف وصار لا يفعل شيء، فلا ايه؟ فلا تعدوه. او من فعل ذلك من اجل الشهرة واستمر على ذلك من اجل ان يثنى عليه من الخلق فلا تعدوه، لانه صار من اهل الرياء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في دين او دنيا الا من عصمه الله. بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع، ان يبتغي الشهرة من اجل الدين او من اجل، عشان ايه؟ هيختل الدين بالدنيا، زي ما قلنا في الحديث اللي قبل كده، يختل الدين بالدنيا يعني يفسد دينه من اجل دنيا، او يفسد الدين من اجل انه يظهر في صورة العلماء وهو ليس بعالم، الصلحاء وهو ليس بصالح، الصادقين وهو كاذب. فهمت ازاي؟ او الامناء وهو خائن، او انه احدث في الدين حدثا منكرا فاشاروا اليه بالاصابع، تجنب هذا، تجنب هذا، تحتمل دي وتحتمل دي. يعني تحتمل ان هو تدين وواظب على اوامر الدين من اجل ان يشتهر بين الناس وهو على خلاف ذلك، فده يشار اليه بالاصابع فيغش الناس. او انه اشير اليه بالاصابع لانه خالف الدين مخالفة منكرة، وانه فعل من البدع ما جعل الناس يشيرون اليه ليتجنبوه، تحتمل المعاني دي كلها. فهمت؟ بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في دين، يعني في افساد دين او فساد دين او دنيا، او في افساد دنيا او تحصيل دنيا من اجل الدنيا، الا من عصمه الله بتقوى الله وبالعمل لوجه الله. باب. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابيه عن ابي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في وسط الخط خطا، وخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط خطوطا، فقال هذا ابن ادم، وهذا اجله محيط به، وهذا الذي في الوسط الانسان، وهذه الخطوط عروضه، إن نجا من هذه من هذا ينهشه هذا، والخط الخارج الأمل. هذا حديث حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة بطريقة إيه؟ الرسومات الإضاحية. صلى الله عليه وسلم. شوف بقى. يبقى النبي ده أمي، يعني بمعنى لا يعرف القراءة والكتابة، مش معقول. يبقى الأمية هنا بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب،
بإيه؟ قبل البعثة، وأنه بعد البعثة علمه الله كل شيء. بعد البعثة علمه كل شيء، فاهم؟ والأمية معناه أنه لم يكن له إيه؟ شيخ من البشر. أدي معنى الأمية. فكانت في حقه كمال، وليس معناها استمرارها في حاله، بل حال النبي بعد ذلك. ربنا بيقول له علمك ما لم تكن تعلم، علمه لغات الخلق. كان يجي له القبائل ويجي له الناس وفي عالم الوفود يكلموه بكل لسان، ويكلم كل وفد بلسانه ويوجهه صلى الله عليه وسلم. وهنا هو لو انسان ده لا يستطيع ان يكتب، يعرف يعمل رسومات زي دي ويبين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسم لهم مربع كده، مربع كده، قال ده الاجل، ورسم لهم في وسط المربع خط، قال لهم ده الانسان محيط به اجله، كويس؟ وبعدين رسم لهم خارج المربع خط تاني، قال لهم ده امله. الانسان يامل اشياء كثيره، لكن يجي اجله ينهي قبل ان يصل الى امله. فجعل خط الامل خارج المربع، خارج الاجل، فاهم؟ وبعدين الخط اللي زي الانسان اللي هو داخل المربع عمل حواليه خطوط كده زي الاسهم تريد ان تصيبه، وقال ان دي العوارض التي تصيبه في حياته، من امراض، من احزان، من نعم ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بها حتى يشكره بها، من فقد عزيز، كل دي عوارض بتنهشه تضرب فيه طول النهار قاعده تضرب فيه. فهمت ازاي؟ شفت التشبيه؟ الرسمه كنت تعرف انت ترسم الرسمه دي؟ ما تخطرش في بالك ترسم الرسمه دي. لخص حياه الانسان واقدار الانسان، واخد بالك ازاي؟ في رسمه. تعرف ترسمها ولا احسن مهندس يقول له ارسم كروكي للانسان وما يصيبه في دنياه، رسم كروكي كده، ونروح لكده مكتب هندسي استشاري كبير نقول لهم ارسم لنا، مش هيعرف يرسم الرسمة النبوية المحمدية الجميلة دي اللي هي لخص فيها كل شيء، صح ولا لا؟ يبقى ايه من وسائل التعليم؟ الرسوم الإيضاحية. يبقى حدد لنا ايضا وسيلة من وسائل التعليم، انك انت لابد ان ترسم للناس الاشياء المعنوية، تحولها الى رسم إيضاحي مادي حتى توضح الحقائق للناس. فالنبي فعل كل ذلك صلى الله عليه وسلم. نقرا تاني الحديث بعد ما شرحناه كده، هتلاقيه واضح جميل. وسيدنا عبد الله بن مسعود عنده دقه، وصف لك الرسمه كانك شايفها. شفت بقى دقه سيدنا عبد الله ايه؟ ابن مسعود في الوصف. سيدنا عبد الله بن مسعود ده كان امي برضه لا يقرا ولا يكتب، لكن شوف شوف الصحابه كان جيل ازاي؟ ازاي يدرك ان يصف حتى الرسم كانك حضرته صلى الله عليه وسلم. وورقة النبي هي الأرض، سائر الأرض هي ورقة النبي، ما أوسع ورق النبي. فهمت إزاي؟ يرسم لهم على الأرض كل حاجة صلى الله عليه وسلم. ما كانش لسه في خطوط ولا أقلام ولا أوراق ولا وسائل إيضاح ولا بروجيكتور ولا وسائل إيضاح، لكن بالرغم من ذلك النبي لم يقصر، استعمل كل وسائل الإيضاح بإيه؟ بما عنده من دين صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط مربعا يعني معناه اربع ايه؟ خطوط مشتبكه. فهمت ازاي؟ ببعضها يعني كانها زي دايره، بس ايه يعني احاطت به. خطا مربعا، وخط في وسط الخط خطا، في وسط الخط خط كده اللي هو الانسان بقى، كأن الإنسان ده بيتحرك في دائرة أجله. فهمت بقى إزاي؟ وخط خارجا من الخط خطا، والخط جاء خارج الخط خالص عامل خط. ده الأمل. أملك يفوق أجلك. عايز أعمل 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 أعمل، يجي الأجل يقضي عليك قبل أن تصل إلى مرادك. فهمت؟ مخطط أطول من أجلك. فعشان كده عمل ايه؟ الامل خط خارج المربع، والانسان محصور جوه زنزانة الاجل. فهمت؟ وخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط اللي هو الانسان بقى حواليه
خطوط كتيره زي الاسهم عايزه تصيبه، اللي ايه؟ اسهم الاقدار، سهم القدر، مقدر ليه انه يمرض، مقدر ليه انه هو يعافيه، مقدر ليه انه يفقد عزيز، يفقد مال، يحصل على مال. دي ايه؟ خطوط الاقدار التي تريد ان تصيب الانسان. وخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط خطوطا، فقال هذا ابن ادم، اللي هو الخط اللي في الوسط، وهذا اجله، اللي هو ايه؟ المربع محيط به، وهذا الذي في الوسط الانسان، وهذه الخطوط عروضه، ان نجا من هذا ينهشه هذا. يعني العروض اللي هي الافات التي تصيبه، العوارض، يعني عروضه اللي هي العوارض، الاعراض التي تصيبه في حال حياته. ان نجا من هذا ينهشه هذا، حتى لو نجا من سهم. وعلشان كده المصريين يقول لك ايه؟ المكتوب ما فيش منه مهروب، المكتوب ما فيش منه مهروب. ايه مهروب دي؟ خلوه على وزن مكتوب بس عشان تبقى لايقه على بعضها، فهمت؟ يقول لك لوازم الشعر بقى، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه ايه؟ العين. كل دي كلام المصريين اللي هو ايه؟ استقوه من الاحاديث النبويه الشريفه، فهمت بقى؟ يبقى ان نجا من هذا ينهشه هذا، يعني يصيبه. ينهشه يعني ايه؟ يعني يصيبه. والخط الخارج الامل، وعشان كده حذرنا النبي من طول الامل الذي يؤدي الى تسويف العمل. اياك اياك من طول الامل الذي يؤدي الى تسويف العمل، فتسوف وتسوف وتؤجل فياتي الاجل فيمنعك من فعل ما اجلت، فهم؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. هذا حديث حسن صحيح. يهرم يعني يكبر، يكبر ويشيخ، ادي يهرم. يهرم ابن ادم ويشب، يقوى معاه، كل سبحان الله، هو يكبر يضعف، وعنده حاجتين تانيين كل ما يكبر تقوى. ايه الحاجتين بقى التانيين اللي بتقوى؟ ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. خايف على عمره وخايف على ماله، لان لما بيلاقي جسمه ضعف خايف على ماله يخلص وايه، وما يعرفش يكسب تاني، يقوم يحتاج الناس، يقوم يبقى حريص على ماله علشان مش عايز يحتاج الناس في فترة هو لا يستطيع ان يسعى في الدنيا لضعف بدنه، ولا يستطيع ان يتكسب، فيقوم يحرص على الماله. وفي نفس الوقت برضه حريص على عمره، لانه ايه؟ ما زال عنده امل في الدنيا. اذا جعل الانسان بقى هذا الحرص لطاعة الله فبها ونعمة. يبقى طالما ابن ادم ده لابد منه ان اي واحد كل ما بيكبر بيشب معه اسنان، يبقى ليستعمل الحرص في طاعة مولاه وحبه للمال للنفقة في سبيل الله، ساعتها حولها لطاعة، ما بقتش بقى ايه؟ حاجة يزعل منها، ويبقى خيركم من طال عمره وحسن عمله. وعن ابي قال حدثنا ابو هريرة محمد بن فراس البصري قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا ابو العوام وهو عمران القطان عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ابن ادم والى جنبه 99 منية ان اخطأته المنايا وقع في الهرم. يعني ابن ادم برضه في عمره كده طول ما هو ماشي حواليه اشياء كثيرة ممكن تميته طول عمره، راكب عربية يعمل حادثة، مسافر في طيارة ممكن تتحرق، واخد بالك، يصاب بمرض ممكن يموت، كل دي عوارض. طول النهار ممكن يجي له أي مصيبة كده تموته، أدي المنية حواليه إيه؟ حواليه وإلى جنب 99 منية، يعني
يعني اعداد كبيره من اسباب الموت المفاجئ حوالين ابن ادم في كل لحظه ممكن. ده انت في كل بلعه ريق، ريقك اللي في فمك في كل بلعه لو دخل ريقك الى مكان النفس قد يخنقك فتموت. شوف انت بتبلع ريقك كم مره في كل لحظه انت بتتنفس، قد ياتي لحظه لا تستطيع ان تدخل الهواء او لا تستطيع ان تخرج الهواء، يموت في لحظه. شفت قد ايه؟ طول ما الدم بيجري في عروقك في اي لحظه الدم توقف بجلطه يموت الانسان في لحظه. شوف منايا كثيره. يعني انا اعرف طبيب كان من اساتذتنا في الجراحه، مات الله يرحمه، وكان راجل استاذ كبير وعالمي، يعني كان له اسم عالمي، كانت حالات تجيله من اوروبا وامريكا تتعالج هنا واللي يعمل لها الجراحه بايده، معروف على مستوى العالم رحمه الله. كان ابنه جراح زيه بس جراح لسه صغير، بيتعشوا هما الاثنين. ابنه ده بياكل جاتوهايه، الجاتوهايه وقفت في حلقه مات مخنوق امام ابيه اللي هو انقذ ارواح الالاف، ما عرفش ينقذ ابنه وهما بيتعشوا. ده بيتعشوا بالليل بعد ما رجعوا من العياده والشغل طول النهار، هو قاعد بياكل وابنه بياكل، جات ايه؟ بياكل حته قطمه جاتوه دخلت في حلقه، بس لقى ابنه بيزرق وراح واقع من على الكرسي. ايه ده؟ الواد مات في لحظه. شفت بقى حول ابن ادم ايه؟ 99 بنيه. ابني محمد في امتحان بكالوريوس الهندسه، هندسه عماره، راحوا الامتحان بيدوروا على واحد صاحبهم رياضي ما جاش، بيتصلوا بيه بالتليفون اهله قالوا له ده احنا بنحضره للجنازه، بنقومه الصبح لقيناه ميت في سريره وهو طالب رياضي ما عندوش اي مرض. شفت قد ايه؟ 99 منيه. وحوالينا الحاجات دي كتير تحصل، حوالينا الحاجات دي كتير تحصل، فهمت؟ فالانسان في كل لحظه ممكن يموت، في اي لحظه، باسباب كثيره قد لا تخطر على بال احد، باسباب كثيره قد لا تخطر على بال احد، فهمت؟ فاذا نجت من ده كله في كل لحظه يصيبك ايه؟ الهرم، الشيخوخه، فهمت بقى؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مثل ابن ادم والى جنبه 99 منيه، يعني مهلكه تؤدي الى الوفاه. منيه يعني ايه؟ مهلكه تؤدي الى الوفاه. ان اخطاته المنايا يعني المهالك اسباب الوفاه وقع في الهرم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. الهرم اللي هو الشيخوخه مش الهرم الاكبر بتاع خوفو، ها؟ في الهرم بتاع خوفو ده في الجيزه، ده ملوش دعوه، ها؟ ده مش بنتكلم عليه، خد بالك. ده احسن واحد يقول لك ما شاء الله النبي تكلم في الاثار. لا يا سيدي، الهرم هنا بمعنى ايه؟ معنى ما فيش حاجه اسمها الهرم في اللغه. اوعى تقول الهرم بقى بكسر الهاء، تقول علشان الاحسن لو قلت الهرم يفتكروا هرم خوفو، خلينا نقول الهرم. انا شفت شيخ قال كده، قال نقول الهرم احسن، يعني الكبر، الهرم بمعنى الكبر بالكسر. وبعدين تفتح القاموس يقول لك الهرم بالفتح ولا يوجد لها كسر، ما فيش حتى لغه تقول عليها الهرم، فهمت ازاي؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفي برضه حي الهرم في مصر، في شارع الهرم، فهمت ازاي؟ بس برضه مش هو ده المقصود في الحديث، خد بالك. فهم؟ المقصود في الحديث الهرم الشيخوخه، فهم؟ باب. وعن ابي قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصه عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن ابي بن كعب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال. يعني احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجي في تلت الليل كده، يعدي بتلتين الليل في اخر الليل ينادي على الصحابه وهم في بيوتهم عشان يصحيهم صلى الله عليه وسلم، يقول يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله. الله، يبقى الراجل اللي كان بينادي في المئذنه زمان ويقعد يعمل تواشيح عشان يصحي الناس للفجر سنه نبويه شريفه. اهو النبي كان بيعمل اهو، بيقومهم مع السحر عشان يستعدوا لذكر الله ويتوضأوا، اللي كان عليه جنابة يغتسل عشان كله يروح يطلع على الفجر يصلي. يبقى كل حاجة بتعملها الأمة على مر العصور فيها سنة نبوية. يجي لك العيال الوهابية يتسرعوا
ويطلعوا لنا الحاجات اللي احنا شفنا ابائنا بيعملوها واجدادنا، يطلعوا لنا بدعه ضلاله وفي النار ليه؟ طب ما هو النبي هو كان بيقوم يوقظ الناس قبل الفجر بصوت مسموع وينادي عليهم اذكروا الله، زي الراجل اللي يقعد ايه يقول التواشيح كده، فهمت؟ فقال يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفه تتبعها الرادفه. جاءت الراجفه اللي هي النفخه الاولى، احنا قلنا نفخه الصعق، النفخه الاولى دي نفخه الصعق، تتبعها الرادفه اللي هي نفخه ايه؟ البعث. يبقى في عندنا نفختين، نفخه ايه؟ الراجفه اللي هي نفخه الصعق، والثانيه الرادفه التي تتبعها نفخه ايه؟ البعث والنشور. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، فأيقظهم صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي راح للنبي قال له إيه؟ قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني إيه؟ في تطوعي، في التطوع بتاعي أقعد أصلي عليك يا رسول الله، أدي معنى الكلام. فقال ما شئت. قال قلت الربع، يعني اجعل ايه صلاتي عليك ربع دعائي والباقي يبقى دعاء وذكر اخر. قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل الوقت اللي كنت بدعو فيه لنفسي أخليه كله صلاة عليك، فهمت إزاي؟ قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وهذا يدل على فضيلة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المكثرين من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بعدد دقات قلوبنا وأنفاسنا ولمحات أبصارنا إلى أن تتوفانا يا رب العالمين. باب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله، برضو جاي على خلاف عادتهم، خد بالك على خلاف عادتهم، لأن عادتهم المفروض يقولوا طب كيف نستحي يا رسول الله حق الحياء، مش يقولوا ما احنا بنعمل خلاص، فهمت ازاي؟ فدل على ان من الصحابة هناك ايه ناس تبقى جالسة معاهم، جلسة معاهم ليسوا من ايه؟ من ائمة الصحابة. يبقوا لسه حديثي عهد باسلام، لسه حديثي عهد بادب المسلمين، بجاية وفود ضيوف، هم اللي تقول الكلام ده. لكن سيدنا ابو بكر مش هيقول الكلام ده، ولا سيدنا عمر، ولا الناس اللي كل دول لما يسمعوا النبي حاجة عايزين يستزيدوا. فهمت؟ فالطائفة قالت ايه؟ قلنا يا رسول الله انا لنستحي والحمد لله. فاكرين ان الحياء ان الواحد يتكسف ان يعمل العيبه، فاحنا كلنا ما بنعملش العيب ونتكسف اننا نعمل العيب، ادي ما هم فاهمين الامر بهذه البساطه، فهمت؟ قال لهم ده حياء ولكن انا بتكلم على حق الحياء، فهمت ازاي؟ ده حياء عادي كل الناس فيه، لكن انا عايز حق الحياء بقى، فهمت؟ إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. يبقى حق الحياء عند النبي يقول لك ان تحفظ الراس وما وعى، يبقى عقلك
والعقل ده خد بالك، الرأس دي فيها ايه؟ فيها العين، فلا تنظر الى المحارم، فيها السمع فلا تسمع ما لا يليق، ولا تشغل نفسك في الترهات، وفيها الشم، اياك ان تشم رائحة امرأة لا تحل لك، فهمت ازاي؟ وفيها كمان الفم، والفم فيه اللسان موضع الكلام، فلازم تحفظ كلامك وتحفظ لسانك. شوف كلام النبي جامع ازاي. وفيها كمان غير اللسان والكلام، فيها كمان العقل والإدراك، فعليك أن تحفظ عقلك فلا تشغله بما لا يليق، وإدراكك فلا تجعل إدراكك مخالف للواقع ومخالف لمراد الله، فهمت ازاي؟ وتتجنب الهوى الذي يجعل العقل لا يدرك الواقع بصورة صحيحة ولا ينظر إلى الحق بصورة صحيحة. كل ده الرأس وما حوى، يا على الرأس وما حوى، دي شغلانة كبيرة فيها الحواس الخمسة كلها تحفظها، فهمت ازاي؟ ومش كده بس، وتحفظ البطن وما حوى، والبطن داخل فيها القلب بقى، ما هو البطن بقى ما بطن فيك، تبتدي كده من الصدر، ما هو ده بطن برضه، يبقى القلب والمعدة فلا يدخلها إلا حلال، لا تطعم إلا الحلال، والقلب تحفظه من الحسد ومن الحرص ومن الطمع ومن الحقد ومن عدم الرضا، واخد بالك ازاي، ومن الغفلة، عشان يبقى قلبك سليم. والفرج نهاية البطن ايه؟ الفرج، فتستعف في العفة. شوف البطن ايه وما حوى، شوف الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، شمل كل الشرع الشريف، فهمت بقى ازاي؟ شمل كل الشرع الشريف. بعد كده بقى لما تحفظ ده كله تتذكر الموت والبلع، عشان ايه؟ ما تسوفش الاعمال الصالحة، ما يبقاش عندك امل بعيد تقوم تسوف الاعمال الصالحة، لا، تذكر الموت والبلع فيقصر املك فتسارع في الخيرات قبل ان تموت، فاهم؟ وتتذكر الموت والبلا. ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا، ما انشغلش بقى بزينه الدنيا، ما هو اللي بيسارع في الخيرات وعايز يعبد ربه وحاسس ان الموت قريب منه، مش فاضي بقى ايه يعني يزين حياته، ما عندوش وقت. تصور انت عندك امتحان بكره، ده وقته بقى تنزل تلف في الاسواق عشان تشتري بدله جديده، ده حتى لو شافوك زمايلك يقولوا عليك اتجننت، ده الامتحان بكره، ده وقته تلف تجيب بدله او تغير موديل العربيه او تكسر البيت بتاعك عشان تعمله جرانيت وسيراميك وتبيض الحيطه، مش وقته، فهمت بقى ازاي؟ فالانسان اللي هو شاعر بقرب اجله وبيسارع في الخيرات تلاقي ايه؟ ما يترك بقى الحاجات زينة الدنيا ويهتم بما يوصله لأخرى، فهمت ازاي؟ ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا سعى لها سعيها، وهو مؤمن بقى، فلما سعى سعيها مش فاضي بقى لزينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. هذا الحديث لو قعدت تشرحه تجيب كل أبواب الفقه، ولو هتكمل شرح تجيب كل أبواب التصوف، ولو هتكمل شرح تقرأ كل أحاديث النبي، ولو هتكمل شرح تحفظ القرآن كله، فهمت إزاي؟ يعني شامل الدين كله، فهمت إزاي؟ حاجة حديث جامع شامل، لو حبيت تحط شرحه حط كل مكتبة مكاتب المسلمين كلها، كل ما كتب في الإسلام وعن الإسلام في كل مجالات يدخل تحت هذا الحديث. فإزاي بقى النبي يجمع هذا كله في ثلاث أربع إيه جمل، عشان تعرف بس أوتيت جوامع الكلم، كيف أنه هو أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين
لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.